صاروا وبالوا في جمهوريه مصر العربيه وقتلوا الابرياء وقتلوا الشهداء ورملوا السيدات. طيب هرجع لحضرتك دكتور نصر ايضا بصفتك عميد للقبائل العربيه. سياده المقدم اشار لنقطه هامه جدا انه عمل اللجنه التعاون معها ليس متعلق فقط بالاجهزه باجهزه الدوله ولكن المواطن. طيب احنا في الفتره الماضيه شفنا مبادرات كثيره طرحت من جانب الفريق السيسي ومن جانب عده اجهزه امنيه لتعاون المواطنين في تسليم السلاح، في الادلاء باي معلومات تفيد في البحث عن المطلوبين والمطاردين امنيا. طيب دوركم انتم اولا تقييمكم لمدى التجاوب، هل هذا يعتبر نقله في اسلوب تعاون المواطن المصري مع مثل هذه الاحداث ام لا؟ المواطن المصري بالنسبه للقبائل العربيه اللي بيحدث في مصر، القبائل العربيه المتاصله في مصر واللي عددها يفوق يعني كثير من سكان مصر، ان الارهاب الاعمى، الارهاب اللي هو اللي فعله الحكم الرئيس او الحكم المعزول او الحكم اللي فعل كل شيء جرائم في مصر من سلاح وتخريج مساجين من سجونهم وارهابيين، وكل شيء فعلوه كان من فعل هذا النظام البائد، النظام اللي احنا الان القبائل العربيه كلها اصلا تريد ان تتعاون مع الحكومه المصريه، كل القبائل من الشرق الى الغرب من قبلي وبحري يريدون مشايخ القبائل جميعا وكل القبائل العربيه على بدون استثناء المعاونه مع اجهزه الامن المصريه ومع الجيش المصري، ما في احد منهم يريد ان يؤخر مصر على الدول المتقدمه، ولكن الذي حدث في مصر الان او من الان ان شاء الله سوف تكون في حركات سياسيه وطنيه واحزاب وطنيه تضم حركات يعني كما كالحركات اللي هي اللي بتعلن عنها الاجهزه الاعلاميه زي حركه مصر بلدي والحركه الوطنيه، ولا احنا ان شاء الله في ايام قليله جدا يعني بمقدار يوم او يومين ان شاء الله هنعلن عن ائتلاف جبهه وطنيه تضم كل القوى السياسيه المحبه لمصر اللي هي عايزه مصر ان شاء الله تكون يعني لا تكون لعبه في يد امريكا او الغرب، لان احنا مصر مستهدفه من داخلها وخارجها، والداخل في مصر كان هو نظام الاخوان، نظام الاخوان الذي كنا نريد ان يكون غير ذلك، ولكنه كان هي اليد التي تبطش بيد العالم الامريكي والغرب، هم الذين كانوا يبطشون بنا ويبطشون بمستقبل مصر، وهناك نريد ان نحاكم من الذي اعطى تفويض لسد النهضه في اثيوبيا؟ من الذي يوافق؟ هل يوافق؟ من الذي يحاكم في ذلك؟ يحاكم فيها مرسي لوحده هو النظام بتاعه. سد النهضه اللي هو شريان العالم، شريان العالم مصر او الفلاحين بتوع مصر اللي هو بيمثلوا اكثر من 65% من شعب مصر. الشريان ده كان هيغلق. مين اللي كان واقع يبارك هذا الشريان؟ مين رئيس او كان يفهم ان هو كان رئيس او يفهم هذا النظام؟ هو كان يريد ان يغلق عن حتى لا نكون في احتياج الى امريكا من قمح وغير ذلك. نحن الان ان شاء الله قبائل مصر من قبلي وبحري وجميع القبائل على استعداد تام ان شاء الله في مؤتمر عام ان شاء الله قريبا جدا نجتمع جميعا ونقول نعم لدستور مصر نعم للدستور الان، لان نحن الان في محنه وهذه المحنه لا نخرج منها الا ان شاء الله باذن الله تعالى، نقف الان جميعا كل الحركات، لان الحركات التي تجتمع ان شاء الله تحت يد ائتلاف الحركه الوطنيه يعني بدون كلام بدون مزايده كلهم وطنيون وكلهم يحبون مصر وكلهم ينكرون ذاتهم، حتى القائد الذي يشرف على هذه ائتلاف الجبهه الوطنيه والله انكر ذاته ولا هناخد من حياتك النقطه دي ونرجع لحضرتك استاذ علاء، انه الفتره احنا مقبلين على فتره استفتاء والعالم يعني بيترصد لما يجري في مصر، القوى الوطنية والسياسية والرموز السياسية أيضا لها دور في إعطاء الشكل العام أو الفكرة العامة عما يجري حقيقة على أرض مصر. طيب
ما يجري الآن؟ هناك محاولات من الإخوان لتعطيل الحياة وتعطيل الاستفتاء على الدستور. هناك أيضا انتقادات من الغرب لبعض الأحداث التي تجري في مصر، آخرها كان المحاكمات لثلاثة من الرموز السياسية. هذه القراءة العامة للمشهد كيف يمكن أن تكون؟ بصي أنا هقول لحضرتك على حاجة. إحنا مقبلين على 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 استفتاء لأهم دستور هتشهده البلاد بل يمكن العالم في خلال 100 سنة اللي جاية، هو دستور مصر. مصر زعيمة الدول العربية في كل شيء. إحنا لما نيجي نتكلم على مصر النهاردة نقول إن مصر وضعت الدستور 2012 وراح صوت عليه حوالي 68% قال نعم و 22% قال لا، بالرغم من ان اللي راحوا اعداد قليله. يعني مش هنتكلم على الاعداد اللي راحت ومش هنتكلم على الدستور. لما نيجي نقول الدستور بتاع مصر النهارده بال 274 ماده، على فكره الدوله عامله حاجه انا ما لاحظتهاش في دستور 2012، ان هي طابعه ملايين الدساتير وبتوزع مشروع الدستور على الناس كلها. اللي بيعرف يقرا يقرا، اللي ما بيعرفش يقرا يفهمه لغيره او يسمع يتفرج على التلفزيون وسائل الاعلام. طب احنا الدستور ده، احنا مثلا عندنا حركة زي حركة التمرد مثلا قدرت في خلال شهرين، وهي حركة محترمة وانا بحييها وشباب محترم ولازم يبقى ليه دور في المرحلة اللي جاية. الحركة دي عملت ايه؟ في خلال شهر او حوالي 40 يوم جمعت 19 مليون توقيع. 19 مليون توقيع دي لما نيجي نحسبها النهاردة من 53 مليون مصري اللي ليهم حق التصويت هنلاقيها حوالي نسبة حوالي 35% او 36%. لما جاء نزل المصريين يوم 30 يونيو عشان يقيلوا او يعزلوا محمد مرسي الرئيس المستبد اللي قعد سنة وكل اللي قالوا طلع كذب، قال عيش حرية عدالة اجتماعية والعيش كان عندنا ازمات طحينة في كل المجالات، لا في بنزين ولا في كهرباء ولا في مية ولا في عيش ولا في اكل، وحرية حصر مدينة الانتاج الاعلامي وحصر المحكمة الدستورية وقتل الشهداء وعمل حادث بتاع رفح اللي موت فيه 25 واحد عشان يقيل مراد موفي مدير المخابرات وتنطوي عنه، وعدالة اجتماعية اخوي الدولة كلها. لا وفي نقطة مهمة، يعني هناك بلاغ ايضا تقدم به احد المواطنين بيتهم فيه الرئيس المعزول بالنصب تحت مسمى مشروع وهمي في برنامجه الانتخابي وهو مشروع النهضة. يعني هو بلاغ اخر بيضاف الى بلاغات. انا هقول لحضرتك على حاجة، لو عددنا البلاغات هنلاقي فاعل اصلي في الكثير ومحرض في الكثير ومرتكب ويتحكم في كثير من القضايا. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا عمرنا كبشر او كمسلمين او كمسيحيين سمعنا ان رئيس يعمل فتنه طائفيه بين المسلمين والمسيحيين؟ حصلت كم حادثه سول، حادثه امبابه، المنيا، العمرانيه، الايوبيه، كل الحوادث دي، حرق الكنائس، حرق يسار. احنا عندنا في مركز الصف عندنا مركز الشرطه ومجلس المدينه اتحرقوا وما اشتغلوش غير من شهر، والاول مره الشرطه تنزل وتضرب ضرب الحديد. طب لماذا لا تكون هناك لجنه اخرى ترصد ايضا ما حدث خلال فتره حكم الرئيس المعزول؟ هذا هو ربما إذا رصدنا كم الفساد الذي يتحدث عنه الجميع وتم تصديره بشكل سياسي إلى العالم. أيوة. ربما هذا أيضا يكون. هي مش عايزة لجنة على فكرة، هي مش محتاجة لجنة. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، الشعب المصري كله بقوامه 90 مليون أعظم شعب في التاريخ وأقدم دولة في التاريخ عارفة اللي عمله محمد مرسي. بس إذا كانت هدف عملها سياسي كما تقول وتستهدف ربما الصورة الخارجية لمصر، طب هذا أيضا مهم. أنا هقول لحضرتك حاجة، دي بقى يختص بيها مين؟ يختص بيها أي مواطن مصري. اي مواطن مصري من حقه ان يقدم بلاغ بيتهم فيه اي شخص ايا كان حتى لو رئيس الجمهوريه بانه انتهى حق من حقوقه اللي نص عليها الدستور. اول حاجه عملها محمد مرسي لما جه شال النائب العام وما كانش حق الدستور ان هو يشيله. هذا في اطار داخلي. يعني اتفضل يا فندم، حضرتك عندك ده الحق اللي يعني في عهد محمد مرسي، علشان نبقى احنا واضحين في الكلام. مرسي اصلا احنا كنا فاكرين ان هو يعني رجل دوله، لكن هو ما كانش رجل دوله. مرسي فرق بين شيعة وسنة في فئة الإسلام نفسه. مرسي عمل جريمة اللي هي في أبو النمرس وهو السبب فيها، وبعض المشايخ العظام اللي احنا كنا نستمع ليهم كنا ننظر للتلفاز ونبكي لما نسمعهم، كنا فاكرين هم ناس يعرفوا ربنا على الحق. لما هو كان فعل ذلك في فئة الإسلام، أمال كان إخواننا المسيحيين ماذا كان نيته؟ ولكن هو أصلا كان مرسي ليست كان قاعدة سليمة لنهضة مصر، ولكن مرسي كان نيته هدم مصر وهدم الأمة العربية الإسلامية جميعا. وإحنا لولا ربنا سبحانه وتعالى في الفترة في 30 يونيو أو قبل 30 يونيو لما ربنا سخر لنا واحد زي الفريق محمد عبد الفتاح السيسي الله يحفظه ويحفظ مصر إن شاء الله، لما سخره ربنا في هذه الفترة بالذات
كانت احنا كنا هنا وكنا الان في حرب طاحنة، كان ممكن توصل لحرب عالميه ثالثه بينا، كان هيحصل، لان كان يعني سحب السفير السوري. ليه يسحب السفير السوري؟ يرفع العلاقات مع سوريا. ايه السبب؟ ليه مرسي الجهاد عند مسجد عمر مكرم؟ ايه السبب؟ ليه مرسي يبارك قتل اخواننا الشيعه؟ ايه السبب؟ ليه هم يباركوا الصوفيه اننا الناس كفروا وما عندهمش دين؟ ايه السبب يفعلون ذلك؟ من هم ذلك؟ هم ليس اخوان مسلمين ولكن هم اخوان الشاذون الامريكيين. طيب استاذ علاء، طيب يعني طبعا اذا وضعنا ما قام به رئيس المعزول في اطار انه هناك انتماء للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين، وهناك ربما كانوا مساعدين للرئيس المعزول، تكشف بشكل واضح انهم اعضاء في التنظيم الدولي، طيب هل يترك لمصر ما تعمله الان او ما تفعله من انها تحاول تطهير كل هذه الايادي التي عبثت فيها؟ هل ستترك مصر لتسير في طريقة الذي وضعته وفق خطة المستقبل؟ إن شاء الله، إن شاء الله مصر محروسة وهتسير في الطريق. هي كل القصة إن مصر دي عشان موقعها الاستراتيجي وعشان وجودها جنب إسرائيل، فكل عايز يهد مصر، لكن ربنا سبحانه وتعالى ليه إرادة تانية خلص وحفظها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا عايز أقول لحضرتك حالة، التورتية اللي اسمها مصر اللي كان عايز يأكل منها حتة تركيا إن هي تعمل الدولة الإسلامية العثمانية وقطر عشان يبقى ليها دور في المنطقة بالإضافة للإخوان المسلمين يعملوها ولاية من ولايات العاصمة الكبرى أو الولاية الكبرى ده كله ذهب أدراج الرياح بحاجة واحدة بس، إن الشعب المصري نزل قال لأ لأي حد، قال إحنا اتفقنا على إن إحنا نطهر البلد. طيب بس السؤال إنه ليست فقط قطر وليست فقط تركيا وليست فقط الدول التي ترعى المنظمات الإسلامية هي من دعمت الإخوان، هي المفاجأة كانت إنه الولايات المتحدة والغرب دعموا الإخوان، ولهذا الخوف الخوف على مصر من هذه الجهات الغربية، لأنه هي مصر تقول أن تحير كل وتسير في طريقها. أسمع بس استاذ علاء، هو انا هقول لحضرتك على حاجه، هم ما دعموش الاخوان، هم ليهم اهداف. بس اهدافهم ايه؟ قسموا العراق، قسموا السودان، دمروا اليمن، في طريقهم لتدمير سوريا. مين اللي فاضل في المنطقه؟ الدوله الوحيده اللي فاضله المنطقه اللي هي الصوره بتاعتها زي ما هي وحدودها الشرقيه والغربيه والجنوبيه هي جمهوريه مصر العربيه، بالاضافه ان جمهوريه مصر العربيه عندها قناه السويس وهذا اهم ممر مائي للعالم، بالاضافه ان عندها حدودها مع اسرائيل وهذه برضو كاستراتيجيه نقطه استراتيجيه خطر كبير على مصر. فمن مصلحته انه يقسم مصر، سيناء جزء، الجنوب جزء، الشمال جزء، الشرق جزء، وبالتالي نضعف الدوله المصريه، وبالتالي ان احنا نضمن امن اسرائيل اللي هي بتعتبر امن اسرائيل اللي هي ليها المقام الاكبر او الدور الاعظم عند امريكا، وامريكا ليها الدور الاعظم عند الدول الاوروبيه. ان مصر اصلا علشان خاطر هم عايزين امريكا اللي بتقول ليه يعني دول الغربيه وامريكا بالذات، احنا قلنا قطر وتركيا معروفين مفيش مشكله، لكن دول زي امريكا، اولا المربي لهؤلاء او هؤلاء الجماعات او الفئه اللي هم بيستغلوها الاخوان، هي اصلا الولايات المتحده الامريكيه هي المربيه للاخوان المسلمين وهي المربيه لتنظيم القاعده، لان هي اصلا بتجعلهم حجه او وسيله لفتك بهذه البلاد زي في افغانستان، طبعا العراق عشان السلاح الكيماوي، لكن هو الهدف الواحد ان مصر في 73 في حرب 73 عشان يبقى برضه معلومه الناس تعرفها كويس، مصر كانت انتصرت بفضل الله ثم بفضل اجتماع الدول العربيه والاخوه العرب والصديق والدول الصديقه، وانتصرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. ففي تخطيط كان لهدم هؤلاء التجمع حوالين مصر، لان مصر دوله رائده، او زي ما قال اخويا الكابتن عادل قال لك انها يعني عمود فقري او هي تمثل ان هي موقع استراتيجي بين ثلاث قارات. فطبعا امن اسرائيل ما يكونش امن، لان هم حاولوا بالسلاح في 73 ما انتصروش، فقال لك ان احنا البترول اللي هو يعني يعتبر البترول او منبع البترول ده عصب الحروب، او زي ما بيقولوا ان هو العمود الشيء اللي بيساعد الانسان ينتصر في اي حرب من الحروب بمعدات طائره. فطبعا قال لك ان احنا بالذات امريكا والغرب اللي هم حاربوا مصر 73 وما انتصروش بفضل الله وبفضل قوات مصر والدول العربيه وبالذات البترول، قطع البترول عنهم عن في هذه الفتره، فكانت هدفهم ان هم يستولوا على
منبع البترول يكون لهم وسيله يستولوا عليه حتى ما يكونش في تقصير في. ثاني حاجه ان الدول